بإمكاننا إجراء نقاش عن الخلية الأكثر تشويقاً في جسم الإنسان، ولكن أظن أن الخلية العصبية ذا نيورون سوف تحتل إحدى الخمس مراكز العليا، ليس فقط لأنها خلية حقيقية، إنها أساسية في تشكيل دماغنا وجهازنا العصبي، وهي مسؤولة عن أفكارنا ومشاعرنا، وقد تكون أيضا مسؤولة عن كل حواسنا على ما أعتقد، وهذا يجعلها أكثر الخلايا تشويقا أو ثانيها بسهولة. لذلك ما أريد أن أفعله هو أن أريكم، وبالطبع هذا هو أفضل مثال. لا تبدو كل الخلايا العصبية بهذا الشكل، ثم سنتحدث قليلا عن كيفية أداء الخلية لوظيفتها، والتي هي التواصل، تبث إشارات على طول الخلية، وذلك يعتمد على الإشارات التي تستقبلها. لذا إن كنت سأرسم خلية عصبية، دعوني أقوم بذلك. إذا لنفترض أن لدي جسم الخلية، إذا في المنتصف لدينا جسم الخلية، دعوني أرسم النواة. هذه النواة مثل نواة أي خلية أخرى، هو جسم الخلية الذي وصفته من قبل يعتبر جسم الخلية بأكملها، وهذه الأشياء صغيرة التي تخرج من الخلية وتبدو تتفرع من هناك، ربما تبدو هكذا. لا أريد أن أقضي وقتا طويلا فقط في رسم الخلية، ولكنكم على الأغلب رأيتم رسومات كهذه من قبل، وهذه الفروع من جسم الخلية تسمى تشعبات، من الممكن أن تظل تتفرع هكذا. أريد أن أرسم رسمة منطقية، لذا سأقضي قليلا من الوقت في فعل ذلك. إذن هذه هي التشعبات، وهذه هي ولا شيء في بعض الأحيان أجزاء مختلفة من خلايا مختلفة تقوم بوظائف أخرى، ولكن هنا تلتقي الخلية، وسنتحدث أكثر عن معنى تلقي الإشارات وبثها في هذا الفيديو. إذن هذا مكان تلقي الإشارات، receives the signal، وهذه هي الخلية، وهنا جسم الخلية، وهنا لدينا شيء يشبه من الممكن أن تنظر إليه ويطلق عليه المحور العصبي. هذا هو المحور العصبي، قد يكون حجم الخلية صغير، بالرغم من وجود مدى واسع المحور من الممكن أن يكون طويلا جدا، وقد يكون قصيرا أيضا، أحيانا توجد محاور قصيرة في الدماغ، ولكن من الممكن أن توجد محاور تمتد إلى العمود الفقري أو إلى أحد الأطراف، إلى الأيدي والأرجل. إذا كنت تتحدث عن طرف إحدى الديناصورات، قد يمتد المحور على مدى أقدام عديدة. ليست كل المحاور بهذا الطول، ولكن بعضها قد يكون كذلك، وهذه المسافة التي تقطعها، دعوني أرسم المحور. إذن فالمحور يبدو هكذا، وفي النهاية نجد نهاية المحور الذي قد يتصل بتشعبات أو أي نوع آخر من الأنسجة أو عضلة، إذا كان على الخلية أن تبلغ العضلة بفعل. كما قلنا في آخر المحور سأفعل ما بوسعي لرسمه هكذا، دعوني أكتب هذا. إذن هذا هو المحور أكسون، وهذه نهاية المحاور، هذه هي نهاية المحاور،
وقد تسمعون أحيانا النقطة التي تصل الجسد بالمحور هي تسمى نقطة بروز المحور، وربما تستطيعون النظر إليها كنقطة بارزة تبدأ من المحور. ومن ثم سنتحدث عن كيف تنتقل الإشارات. وجزء كبير من يسمح للإشارات بالتنقل هو هذه الخلايا العازلة حول المحور. سنتحدث عن هذا بالتفصيل وعن كيفية عملها. من الجيد أن لدينا التركيب البنائي أولاً. إذن هذه تدعى خلايا شوان. خلايا شوان، شوان سيلز. وهي تغطي المحور وتصنع غمد المايلين. إذن فهذه عوازل وتسمى غمد المايلين. خلايا شوان تصنع غمد المايلين. سأرسم واحدة أخرى هكذا. إذن سوف أقول خلايا شوان أو غمد المايلين. خلايا شوان or myelin sheath. ولدينا هذه الفراغات بين غمد الميلين. إذن لدينا جميع المسميات هكذا نعلم التركيبة الجزيئية للخلية العصبية. هذه تسمى عقد رانفير. عقد رانفير أظن أنها سميت على رانفير، ربما هو الذي نظر ورأى أنه توجد فراغات بين غمد الميلين. إذن فهي تدعى عقد رانفير. إذن فالفكرة هي أنه لدينا وسنتحدث أكثر عن معنى الإشارة، ومن ثم تصبح الإشارة في الواقع. الإشارات قد تتجمع، لذا من الممكن أن تكون هنا إشارة صغيرة وإشارة أخرى هنا، وقد نجد هنا إشارات أكبر هنا وهنا وهنا. الإشارة الموحدة من كل تلك الإشارات وتنتقل إلى النقطة البارزة، وإن كانت كبيرة بما فيه الكفاية فقد يفعل ذلك عملا محتملا الذي يسبب انتقال الإشارة إلى أسفل المحور، ومن ثم تتصل عن طريق نقاط الاشتباك العصبي إلى وسنتحدث أكثر عن نقاط الاشتباك العصبي، وهذه قد تساعد. إذن الآن أنتم تسألون ما الذي يتم تفعيله هنا؟ حسناً، ذلك قد يكون نهاية محور خلية أخرى. وقد تكون خلية حسية، قد تصل إلى اللسان لتحدد الطعم. إذا كان هناك جزيئات ملح أو قد تكون جزيئات سكر. ومن الممكن أن تكون العديد من الأشياء. وسنتحدث أكثر عن أنواع الخلايا العصبية المختلفة. إلى اللقاء.